حياة صامتة، في البيت ناس صامتون، وغرفة للنائمين، وللعظاءة وقتها بين الصغار، وكل من في البيت يعرف أن أيام الخريف تطول، أوقات التفاؤل لا تدوم كما تريد نساؤنا، وأنا قريب من نوافذنا، وأسمع ما يدور على شفاه أنهكت الأغنيات، وكلما حاولت تغطية الحقيقة ألتقي بوجوه من كتبوا على السور البداية والنهاية. إننا نتخيل الآتي ونهرب من تفاصيل الغياب، وفي الحياة مساحة للحب، للتفكير أبعد من شفاه لا تجيب على سؤال واحد حول الذي سرق المدينة واختفى بين الأزقة والشواطئ وحدها لا تستطيع الفهم والتغيير، والبيت الصغير تحيطه هذه الحكايات التي لا تنتهي.